السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي عشاق أزرتيقة، كما عودناكم دائما بجديد. بعد ما قلنا لكم راح ندير لكم لي بروموسيون تاع لي صالون مدة شهر، كما درنا لكم البارح كوكياجا كما تشوفوا على المباشر. خوتنا راهو مازالوا بروموسيون مدة شهر. خوتنا بعد ما درنا لكم كوكياجا اليوم خويا واش نديرو خويا خالد؟ اليوم جينا لكم، السلام عليكم مرحبا بكم معنا توجور في محلات أثاث الثقة. كما يقول لكم نهاركم مبروك، كما عدكم خويا حالم راح يكون هذا الشهر سبيسيال. واش حاب يقول؟ راه فيها مفاجآت من العيار الثقيل. قبل ما نبداو واش من الصالون، نبداو بالبركة على الناس اللي استفادت البارح من صالون كوكياج. غاشي كبير الله يبارك ما شاء الله. حنا واش نقولوا من هذا المنبر؟ نشكر العمال اللي راهم واقفين على المجهودات الجباره، حاب يقول في لي زاتولي ولا في محلات هذا الثقه، اللي راهم هما توجور يوجدوا لكم الديكور، يوجدوا لكم كما يقول لك باش نتوما تكبر الحاجه في عينيكم، وهذا كاع على جالكم. اليوم صالون بيلوت خويا العزيز، صالون بيلوت ان شاء الله بقوه وكاع لي كولور، فيه لي كولور لي صالون بيلوت لي 7 بلاص. هذا الصالون بيلوت اللي راهو ثاني مفاجاه من عيار ثقيل، بعد ما كان 16 مليون و800 وحده دوكا كيفاش راهو؟ راهو 14 و800 وزيد لكم طابلو باز معاه بها بولادها كيما كنتو تشوفوا هكذا على المباشر خوتنا. وهذا بيلوت اللي معروف في محل اثاث الثقه، كيما كنا نقول لكم في لي فيديو سبق، حنا لما طلع نخدموها بالديترونت داخل بالبواروج لي بيي بالات اونتيت على بريمي شوا لا غارونتي. في محل اثاث الثقه كاين لا غارونتي، قطعوا لهم الاولاد علينا، قطعوا لهم الجيران علينا، هبط علينا، تكسر علينا، اتصل دير غارونتي روحك اخي كما يقول لك المشاهد الكريم، دير غارونتي روحك. من هذا المنبر نشكر سي تاع معسكر اللي صرا له بروبليم في الصالون وعاودناه لكم، وتقراوا لي كومونتير جو سوي سور، جبناه وعيط لي واتصل بي وقال لي بارك الله فيكم على ها كما يقول لك هذه الثقه اللي رانا درناها في شخصكم، حاب يقول فينا حنا. والحمد لله هذه الثقه تاع الله هي اللي عز وجل اللي خلتنا باش نثيقوا روحتنا مع لي كليون تاعنا خويا حليم. بارك الله فيك. الصالون اللي مخدوم من محلات اثاث الثقه بلا كريرمو. في لا كريرمو. وتشوفوا على المباشر. بلا كريرمو نشوفوا. صنع محلات اثاث الثقه باب دو كونفيونس. الصالون هذا اللي فيه 7 بلاص، بدا لهم 3 بلاص خويا حليم. خوتي خواتاتي كما كنا نقول لكم، اليوم جبنا لكم الصالون بيلوت اللي درنا له تخفيضات بعد ما كان يدير 16 و800 اثاث الثقه، ووعدنا المشاهدين تاعنا والزبائن اليوم راح يكون ب 14 و800، وزدنا لكم طابلو باس مع خوتنا. خوتنا هذا الصالون توجور اللي نخدم في 7 بلاص، المطر تاعو بالديترونت كامل ديترونت حاجه لا غارونتي كاينه في محل اثاث الثقه. زيد ملاحظه خويا خالد، واللي لهنايا كيفاش يخدم لا فينيسيو تاع هنايا، كيما راح تشوف هنا في لافون في الظهر تاعو راح تشوف الكوتي كامل بلي بوطون، وخدمنا لكم الداخل بالبواروج، وهنايا لا فينيسيون كامل بلو بوا اتر. خوتي انا قبل ما نهضر معاكم في البيع والشراء، اللي يدخل محل اثاث الثقه يجي يرفد ارفد الصالون تعرف واش راك تشري، ارفد الصالون دو بلاص ولا 3 بلاص ارفد تعرف واش راك تشري، باش تعرف في محل اثاث الثقه تدي برومي شوا. غير الصالون اللي فيه ظهر تاعو كيما قال خونا حليم كامل بلي بوطون، شوف شحال خرج الشباب، لا فينيسيون ميم لو توسو تاعو في الانتيطاش لي كولور خويا حليم. لي كولور دوك ان شاء الله راح تضربوا معنا لمحه، كاين بلوس كولور على كل حال. خوتي خواتاتي كيما قلنا لكم، احنا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم، ما تعطيوش الفرصه هذه. احنا قلنا لكم وعدناكم بعد المسابقه، احنا على كل حال سمينا هديه، بعد الهديه قلنا لكم بلي عندكم لي بروموسيون شاك سيمين كاينه لي بروموسيون. بعد ما درنا لكم كوكياجا اليوم راح يحل البيلوت، غدوه ان شاء الله موديل واحد اخر، وان شاء الله كاع تشادوا معنا الجزائريين. انا حافله حبي يقول باذن الله سربريز، وش كاين شحال من حاجه. الاي بلاس تاعو خويا حليم، الاي بلاس تاعو اللي خرج تحفه توجور معروف بيلوت. شوف كوكياج بيلوت اكس اس الارك معروفين في محلات اثاث الثقه، ماشي من البارح ماشي مليون. راه عندنا زبائن ماذا بهم في لي كومونتير، هما يكومونتيو لنا يقولوا لنا واش رايهم في لي صالون اللي استفادوا منهم من العرض في محلات اثاث الثقه. اي بلاص تاعو خويا حليم، اي بلاص تاعو حاجه من نوع رافع خاوتنا. وزيد نقول لكم نعطيكم ملاحظه هنايا، احنا المخده تاعو نخدموها بلا واد خاوتنا، هاي لكم بتشوفوا على المباشر، ماشي بونج ملحي. حنا نعطيك لا غارونتي في محل اثاث الثقه خاوتنا، وان شاء الله اللي كيما اللي استفادوا البارح من كوكياجا كيما كنتو تشوفوا في التلفاز على المباشر خاوتنا، ان شاء الله اليوم راح تستفادوا منها ثانيك من البيروت ثانيك بقوه ان شاء الله، وجميع الجزائري ان شاء الله يدخل محل اثاث الثقه يخرج منها فرحان. خاوتنا وزيد نقول لكم مع رانا مع كونفيرمو كاين ناس ما تنجمش تجينا خالد، حنا واش نقول لكم من هذا المنبر، انتم اتصلوا بنا على الارقام وحنا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم. انت اقعد في دارك وانا نوصلها لك وخلص في دارك. يا مبارك واش راه عندكم لا فينيسيون هايليك
كما وريتكم البارح في الاكس اس فبعث في كوكياج عايزين نوريكم توجور حاجه بيان فين يا خويا. السلعه كي تجي في لومبالاج شوف السلعه هاي لك سي بون سي بون هاي لك لا فيليسيون وبالفلامات كامل كامل بالاتر حاجه خشينه بالغارونتي من محلات هذا الثقه وراني زدت عليكم لا غارونتي يقطعوا لكم الاولاد علينا يقطعوا لكم الجيران علينا يهبط علينا يتكسر علينا حاب يقول انت ما راح تخسر والو راك توجور تستفاد من العرض من محلات هذا الثقه انك توجور بالغارونتي وتربح معنا الطابله اللي فضلناها باش تكون كما اللي مديناها البارح مع باش تكون استحسنوها بزاف لي كليون تاعنا بيشوفار جايه في الروم بها بولادها حالين فيها بولادها حاجه خشينه في الاتر هذه مخدومه كامل بالات ومن فوق فو ماربر حاب يقول هذا ماهوش كما يقول لك رخام هذا الفو مارب مخدوم باللحوم مزبوق حاجه شابه مغلف حاجه شابه لو دو بلاص تاعو دو بلاص تاعو نشرح لكم دو بلاص كيما تروا بلاص خدمنا لكم هنا كامل بلي بوطون توجور لي جوتي مهديين من محلات اثاث ثقه هذا كادو تاع محلات اثاث ثقه مخدومه كيما قال خونا حليم كامل بلاوات حط تولي كيما كانت ولا فينيسيون هاي قدامكم حبيت انا ثاني باش تولي لهم لا ريال تاعو كيفاش بيان فيني لا باس تاعنا في محل اثاث ثقه هي لا فينيسيون خاوتنا خاوتنا ان شاء الله قاعد تستفادوا معنا من هذا العرض لان داينو مده اشهر بروموسيون حنا واش نقول لكم خاوتنا بارطاجيو هذا البث المباشر وان شاء الله جميع الجزائري راح يستفاد معنا في هذا التخفيضات وحنا وعدناهم كنا عند الوعد تاعنا وان شاء الله كما استفادوا البارح مكوكياجا راح تستفادوا معنا اليوم من البيروت خاوتنا ولا بروموسيون مازالت مده اسبوع في لي صالون والسمانه الجايه ان شاء الله كاين مفاجاه كبيره ثانيك واش نقول لكم خاوتنا واش راح نقول لكم خاوتي توما السعر تاعو كيما قلت لكم ونعاود نذكركم 16 مليون في المية كان دوكا رانا في الحاضر 14 مليون في المية وزدنا لكم انطابل كادو من محلات الثقه النقل والتركيب لجميع الولايات اتصل يوصل عندك للدار ابوني معنا بارطاجي بالك فاميليا استفادوا من مساكن جديد ولا يستفاد من هذا العرض كما يقول لك العرض اللي راح يكون يدير بوس كبير باذن الله من هنا في محلات هذا الثقه توجور اللي متواجده في القليعه ولايه تيبازا امام جوار محلي كما يقول لك تحليل الدم وين يعيروا الدم رانا معاه صور في الصور واش قلنا في الختام واش نقول لكم خاوتنا ان شاء الله دوك راح تشوفوا كاع لي كولر وان شاء الله اي كولر تعجبك اتصل بها وتحب تجونا للمحل اهلا وسهلا بكم انا نقول لكم دائما انا خويا خليل ان شاء الله دائما نكونوا خفاف عليكم ومن هذا المنبر نقول لهم بعد الكلام سلام سلام.